بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. 7 لقاءات سابقة، واليوم أعتقد اللقاء الأخير، وهو اللقاء 8، وسوف يتناول لمقرر مبادئ المحاسبة 2 موضوع الأخطاء المحاسبية وتصحيحها. بالتأكيد أي محاسب يمكن أن يقع في خطأ أثناء أداءه لخطوة من خطوات الدورة المحاسبية. هذه الأخطاء قد تنتج عن سهو أو الجهل بالمبادئ المحاسبية الواجب اتباعها، أو أحيانا سوء نية من المحاسب، كأن يتعمد ارتكاب خطأ معين بقصد التلاعب والاختلاس. لهذا بنلقي الضوء على أنواع الأخطاء المحاسبية، وهي 4 نقاط. يمكن أن احنا نفرق بين أنواع الأخطاء المحاسبية وفق فترة اكتشافها. في أخطاء تكتشف خلال الفترة المالية، وفي أخطاء تكتشف في فترات لاحقة. النوع الثاني من حيث تأثيره على ميزان المراجعة، ففي أخطاء لا تؤثر على التوازن، الرقمين متساويين في الجانب المدين والدائن، مجموع الأرصدة المدينة يساوي مجموع الأرصدة الدائنة برغم ارتكاب أخطاء، وهناك أخطاء تؤثر في التوازن، فهنوجد أو هنجد اختلاف بين مجموع الأرصدة المدينة ومجموع الأرصدة الدائنة. النوع الثالث حسب طبيعة الأخطاء ونوعها، ففي أخطاء عندنا سهو، وأخطاء ارتكابية، وأخطاء فنية. من حيث موقع الحدوث واكتشافه، الحقيقة يمكن أن تحدث الأخطاء في دفتر اليومية العامة، أو في دفتر الأستاذ، أو في ميزان المراجعة. الأخطاء التي تظهر في دفتر اليومية العامة، من المعروف أن دفتر اليومية العامة هو دفتر التزامي، دفتر قانوني يمنع فيه الشطب والكشط والحشو. أي شطب أو كشط أو حشو بيسقط دفتر اليومية العامة صلاحيته كدفتر قانوني يعتد به أمام المحاكم. كذلك نقدر نقول أن هناك طريقتين لمعالجة الأخطاء، في طريقة اسمها الطريقة المطولة، والتي تعتمد على إلغاء أو التعرف على القيد الخاطئ، إلغاؤه بجعل المدين دائن والدائن مدين، ثم عمل القيد الصحيح. في طريقة أسرع، وهي الطريقة المختصرة، إن لو كان أحد الطرفين في القيود الخاطئة صحيح والطرف الآخر خاطئ، بيقتصر العلاج على الطرف الخاطئ. إذا كان الخطأ في الجانب المدين بيجعله دائم، إذا كان الخطأ في الجانب المدين بنجعله دائن، وإذا كان الخطأ دائن بنجعله مدين. عندي 6 أمثلة للأخطاء تلخص المعالجة المحاسبية للأخطاء. أولا، أخطاء السهو الكلي، بينتج هذا الخطأ نتيجة سهيان في إثبات العملية بالكامل، ولا تؤثر على توازن الميزان طالما أنها بنفس القيمة في الجانبين المدين والدائن. كل العلاج اللي انت هتعمله ان انت هتثبت القيد في الطرفين، في الطرف المدين والطرف الدائن. على سبيل المثال، لو اكتشف المحاسب، وده مثال رقم 1، في شركة حازمكو ان عملية بيع بضاعة للعميل يوسف على الحساب بمبلغ 3400 شيكل لم يتم إثباتها في الدفاتر في تاريخ معين، كل اللي هتعمله ان انت هتثبت القيد من حساب العميل يوسف الى حساب المبيعات. النوع الثاني اسمه أخطاء ارتكابية كلية في المبلغ. هذا يعني ان الخطأ وقع في المبلغ الذي أثبت فيه القيد في الجانبين بنفس القيمة،
250 عملها 240 في الجانبين، بنسميه خطأ ارتكابي كلي في المبلغ، وهذا يعني ان هذا الخطأ لا يؤثر على توازن الميزان. طالما ان الخطأ في الجانبين، النقص في المدين هو النقص في الدائن، او الزيادة في المدين هي نفسها الزيادة في الدائن. ناخد مثال على الكلام ده. اشترت شركة حازمكو بضاعة من شركة الأمير بمبلغ 361 دينار على الحساب في 13/8. طبعا المفروض بدل اشترت مفروض من المشتريات إلى الموردين ب361، إلا أن المحاسب قام بتسجيلها ب316، عكس الواحد محل الستة والستة محل الواحد. فما هو القيد المطلوب للمعالجة؟ انك تشوف الفرق بين ال 361 وال 316، هتلاقي الفرق 45. تعمل قيد بال 45 من حساب المشتريات الى حساب الموردين. كده انت زودت الجانب المدين ب 45 وزودت الجانب الدائن ب 45. لو انت اتبعت الطريقة المطولة هتلغي القيد الغلط وتعمل لنا واحد صح. الغي القيد ب 316 من الموردين الى المشتريات، وتعمل قيد بالصح بال 361 من المشتريات الى الموردين. النوع الثالث اسمها اخطاء ارتكابيه جزئيه في المبلغ، يعني الخطا ليس في الطرفين انما في طرف واحد، حيث يقع الخطا في جزء من المبلغ، ولتصحيحه بيفضل اتباع الطريقه المطوله بإلغاء القيد الخاطئ وإثبات القيد الصحيح. تم تحصيل مبلغ من العميل قدره 293 نقد. المحاسب عمل القيد ب392 وحساب العميل دائن ب293، يعني الخطأ في جانب واحد، والمطلوب إجراء ما يلزم بالقيد. القيد الغلط مختلف المبلغين، في المدين 392 في النقدية، وفي الدائن العميل 293. طبعا هذا لا يتمشى مع المبادئ المحاسبية وقاعدة القيد المزدوج الذي يتطلب ويشترط تساوي المبلغين. إلغاء القيد الخاطئ من حساب العميل ب 293 إلى النقدية ب 392، يبقى لابد في الحالة دي انك تتبع المطولة. افضل انك تقول من حساب العميل 293 الى حساب النقدية. نظفنا الدفاتر كده، الغينا القيد الخاطئ في طرفيه. نعمل بقى القيد الصحيح من 293 من حساب النقدية الى حساب العميل 293. النوع الرابع اسمه أخطاء ارتكابية جزئية في اسم الحساب، ويعني هذا النوع من الأخطاء ارتكاب تغيير اسم العميل أو المورد باسم آخر، وتتطلب التصحيح إلغاء الخطأ وإعادة التسجيل. على سبيل المثال، لو المنشأة سددت، منشأة حازمكو سددت 530 دينار للمورد صلاح بشيك في 15/5، غير أن محاسب الشركة أسفل السداد باسم المورد صالح، يبقى استبدل صلاح باسم صالح، وعمل قيد غلط وقال من حساب المورد صالح إلى البنك ب 530. المبلغ صحيح إنما اسم المورد هو الخطأ في الجانب المدين. عايزين نلغي القيد ده ونعمل الجديد من البنك ب 530 الى المورد صالح ب 530. كده نضفنا الدفاتر، روح تعمل لنا القيد الصحيح، وهو من حساب المورد صلاح الى حساب البنك 530. ويمكن طبعا معالجته بالطريقة المختصرة. الطريقة المختصرة انك تاخد الفرق بين ال 530 او انك المبلغ هو صح، انما تغير الاسم بس من حساب المورد صلاح الى حساب المورد صالح.
النوع الخامس اسمها أخطاء ارتكابية جزئية معوضة. أخطاء ارتكابية جزئية معوضة. في ظل هذا النوع من الأخطاء بيرتكب المحاسب خطأين. الخطأ الثاني يعوض الخطأ الأول. على سبيل المثال، في 25/10 اشترى حازمكو بضاعة من محلات أبو الريش بمبلغ 120 دينار على الحساب. المفروض يقول من حساب المشتريات إلى حساب أبو الريش ب 120. ما عملش كده المحاسب بتاعنا، عمل قيمتين مختلفتين. مدينة ب 120 هي الصح، ودائن ب 111 هي الغلط. وفي 22/11 باع بضاعة إلى محلات حسون مبلغ 205 على الحساب، وأثبت العملية بالقيد الآتي: باع، ومفروض يكونوا الطرفين واحد، 205، إنه باع ب 205، عمل 196 وب 205، يبقى في خطأ في الجانب المدين. هنا بقى الفرق في الجانب المدين والدائن 9، وفي القيد الأول 9، بس هنا النقص في المدين، إنما هناك النقص في الدائن، يبقى يعوضوا بعضيهم. يبقى عشان كده بنسميها أخطاء معوضة، والمطلوب تصحيح الأخطاء في دفاتر حازمكم. بيمكن اتباع الطريقة المطولة، إنك تلغي القيدين، تنظف الدفاتر، وبعدين تعمل القيدين الصح. إلغاء القيد الأول من حساب محلات أبو الريش إلى المشتريات، جعلنا المشتريات داينة وأبو الريش إيه؟ مدين. كده لغيت القيد الأول. القيد التاني، تلغي المبيعات تجعلها داينة، وتلغي العميل تجعله دائن، والمبلغ بالنسبة للأولى كان 205 والتانية كان 196. نروح عاملين القيدين الصح بقى، بدل الأول والتاني. إجراء القيد الصحيح الأول، نقول من المشتريات إلى محلات أبو الريش، وبعدين نعمل القيد التاني الصحيح، 205 من حساب العميل حسون إلى حساب المبيعات بال205. يبقى في الأول بتنظف الدفاتر ثم بتعمل القيد الصحيح. النقطة السادسة، في عندنا نوع اسمه أخطاء فنية. ماذا يقصد بالأخطاء الفنية؟ الأخطاء الفنية ناتجة عن جهل المحاسب أو قلة خبرته، فقد تنشأ الأخطاء في صورة اعتبار المصروف الإيرادي مصروف رأس مالي، أو معالجة محاسبية خاطئة. بمعنى، أنا اشتريت أساس اعتبره مصروفات عمومية، أو العكس صحيح، اشتريت أساس عملته آلات، اشتريت آلات عملته أراضي. ده خطأ فني، لأن أنت لم تحافظ على نوعية الأصل، وأيضا لم تحافظ على مسميات الحسابات المفروض استخدامها. ناخد مثال رقم 6، اشترت شركة حسون ثلاجة مفروض من حساب الأساس بسعر 700 دينار من شركة ضبان للأدوات الكهربائية، ودل على الحساب بقى إلى الموردين أو إلى الدائنين، من حساب الأساس إلى حساب المورد، لأنه على الحساب، وتم إثباتها كمشتريات مدينة كأنها بضاعة وشركة. طب إحنا ممكن نضيف هنا عشان ما تبقاش التلاجة، نخليها للأدوات الصحية أو للأدوات الصحية، عشان ما يبقاش بنفس، لأنه لو نفس الثلاجة من الأدوات الكهربائية يبقى دي بضاعة، يبقى صح. إنما هي للأدوات الصحية، شركة مجالها ليس الثلاجات. أثبتها كمشتريات وهي مفروض أساس. القيد الغلط هو من حساب المشتريات إلى حساب شركة ضبان اللي هو المورد، ومبلغ 700. المبلغ صح، إنما مسمى مشتريات خطأ. القيد السليم إنك تلغي القيد الغلط وتقول من حساب الأساس إلى حساب الموردين، أو العكس،
انك تبسط الامور وتعمل لنا قيد وفق الطريقه الايه المختصره، انك تلغي المشتريات وهي مدينه تجعلها دينه، والاساس ما كانش موجود وعايزينه مدين نجعله مدين. في نوع من الاخطاء بتظهر في دفتر الاستاذ، كل اللي اتكلمنا عنه في الصفحات السابقه كانت اخطاء يوميه عامه، انما لو حدثت اخطاء في دفتر الاستاذ العام وكيف نصحح هذه الاخطاء. اولا بيعتبر الاستاذ العام دفتر غير الزامي، وبالتالي تسقط عنه الشروط العامه المطلوبه في دفتر اليوميه العامه، فبالتالي بنسمح في دفتر الاستاذ بالشطب او الكشط او الايه انك تغير اي حاجه بس توقع لنا جنبها. يبقى الشطب والكشط والحشو مسموع في دفتر الاستاذ العام. بناء على ذلك اي خطا في الترحيل، في المبلغ، في الاسم، في التاريخ، عليك ان انت تستخدم يعني الصلاحيه اللي بنقولها انه اعتبار هذا الحساب من ضمن الحسابات او من ضمن عمل المحاسب، فالمحاسب اللي بيغلط في الاستاذ العام يبقى على المدير ان يوقع جنب كل خطأ، واما بالشطب او بالكشط او بالحشو. طيب في حاله ان اذا كان الميزان عندي الاخطاء في الميزان المراجعه، والله لو اخطاء بتؤدي الى توازن الميزان ولم تؤثر على التوازن يبقى لازم نعيد الدوره ونشوف ايه الاخطاء. اما لو كانت الاخطاء بتؤثر على التوازن، كمعنى الرصيد ارصده المدينه طلع 110 ألف، كمعنى اللي موجود في جانب الخصوم لا هنا برضو 105، يبقى في فرق 5000. ال 5000 في حساب او في الجانب المدين بنحط المبلغ، طالما الدائن الاكبر المدين يبقى المتمم يجي لنا في الجانب الايمن. اما لو كان الجانب المدين اكبر من الجانب الدائن بنطلع الفرق في حساب اسمه ايه؟ معلق. ليه سموه معلق؟ يعني مجهول المعرفه. فلغايه ما نشوف كمحاسبين اين وقعت هذه الاخطاء يوميها نستطيع ان احنا نصحح الوضع، سواء كانت هذه الخطوط مكتشفه في بدايه المرحله او في نهايه. طبعا زي ما اتفقنا ان في مجموعه من الاسئله النظريه والاختبار المتعدد كميه هائله، 150 سؤال في كل نوع، فاعتقد دي بتمكن الطالب من الحل بصوره صحيحه. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.